الدورة الثالثة ديال المرحوم طلال محمد طلال. انت من الشركاء، كلمة على دوري وعلى الإسهام. السلام عليكم، معكم عثمان حظي، منسق ومكلف بالشركة الرياضية إيناس، اللي إن شاء الله هي شركة جديدة في الميدان. كنشكر المعهد العالي للصحافة والاتصال، وكنشكر الجمعية المغربية للصحفيين بلا حدود اللي رحبت بالفكرة واستضافتنا عندها ورحبت بنا. صراحة الفكرة جات ارتباطي، يعني ما فكرناش بزاف، اتصلنا بواحد الصديق ديالنا، قلنا ليه شفنا بان لانونس في فيسبوك بان كاين واحد التورنوا ديال الصحفيين الرياضيين، اتصلنا به وقلنا ليه الا كان ممكن يعني تساعدوا معنا وتساهموا معنا نتوما الاول، يعني احنا ما غادي نساعدوكم، نتوما اللي غتساعدونا. ورحب بالفكره وقال لنا اتصلوا بسي احمد طلال، وبما تواصلنا به الصراحه رحب بينا ورحب بالفكره ووقف معنا، وكنشكروا من هذا المنبر. هذا الشيء اللي كاين علم الاقمصه، يعني اليوم كيفاش ولا الميدان؟ الميدان هو فيه صراحه فيه تحديات، فيه كاين موجودين الكثير من الشركات المغربيه، وميدان زوين الصراحه. واش كنقول لك، الهلا يحشمنا كما كنقول لك، حنا غادي نكونوا اول خدمه بروفيسيونيل لينا هي معكم، وكنتمنى ان شاء الله من خيب الله ما يخيبناش ونكونوا عند حسن الظن.